السلام عليكم، أنا محمد غنايم. كيف الحال؟ مبدئياً عساكم بخير. للشتائم فوائد، هذا عنوان مقال قرأته، فأحببت أن أناقش هذا الموضوع معكم مع أصحاب الفكر والمنطق السليم حتى نناقش هذا الموضوع ونصل إلى نتيجة أثناء وخلال مشاهدة هذه الحلقة وإكمالا في التعليقات. ولكن بداية نريد أن نوصل هذا المقطع لأكبر عدد من الإعجابات حتى نصل إلى نتيجة نقاش تكون الأفضل. قد تقول الآن ما الفائدة من الشتائم؟ لذلك نحتاجك معنا، نحتاج رأيك هنا. ولا تنسى أيضا مشاهدة هذه الحلقة إلى نهايتها. نبدأ على بركة الله. في البحث جاء أن الشخص العادي في المتوسط وفي اليوم الواحد فقط يستخدم ما يقارب من 80 إلى 90 كلمة نابية. تخيل، يعني نسبة الشتائم التي نستخدمها يوميا هي 7% من كل الكلمات التي نتحدثها، نسبة كبيرة صحيح. وهنا المحور الذي أريد أن أناقشه معك، هل هذه النسبة برأيك صحيحة؟ هل تعتقد أن الناس بالفعل تستخدم من 80 إلى 90 كلمة نابية في يومها؟ لذلك وضعت في زاوية الشاشة هنا استبيان، قم بالنقر عليه وضع رأيك هنا. ولنكمل. جاء في البحث أننا لو قارنا نسبة الشتائم بالضمائر التي نستخدمها يوميا، مثلا أنا، أنت، نحن، هذه الضمائر ستجد أنها بنفس نسبة الشتائم في يومك. يعني أنت تستخدم الضمائر تقريبا 80 إلى 90 كلمة ضمير في اليوم، أيضا بنفس نسبة الشتائم. وهذا الأمر سيكون يعني بين شتيم لغيرك أو للمحيط بك أو لنفسك. قد تقول لنفسك، نعم، الإنسان أحيانا يصف نفسه بحيوان ما ليعاتب نفسه أنه لم يدرس، هذه تعتبر أيضا كلمة بذيئة وشتيمة لنفسك وتندرج تحت هذا المتوسط أيضا. إذن وصلنا الآن إلى أن الشتائم أو الكلمات النابية التي نستخدمها يوميا نسبتها عالية في يومنا، وهذا الأمر يؤكده البحث الذي بين أيدينا ويؤكده أو يرفضه الاستبيان الذي طرحناه قبل قليل. حتى لا يختلط الأمر علينا، لنعرف مفهوم الشتيمة، لأنها تندرج تحتها مفهوم الشتيمة للذات، مفهوم للغير، مفهوم للمحيط بك. فالشتيمة في كتاب مادة التفكير لكاتبه ستيفن بينكر يقول أن الشتائم تم تصنيفها إلى 5 مجموعات: كلمات جنسية، كلمات متعلقة بإفرازات الجسم، كلمات متعلقة بالدين، ثم العنصرية، ثم كلمات متعلقة بالحياة أو الموت، كأن تدعو على شخص ما. كل هذه الأمور تندرج تحت مفهوم الشتيمة. فالسؤال الآن، لماذا يلجأ الناس لاستخدام الشتيمة مع أنها من ناحية دينية محرمة ومن ناحية أخلاقية ليست كذلك في كل العالم، وليس فقط على مستوى محلي أو فقط لدينا كمسلمين، هي غير أخلاقية في كل العالم. يعني حتى في الأفلام تجدهم يحذفون الكلمة النابية في المونتاج. طيب المخرج مثلا لا يستطيع حذف المشهد كامل، لا يستطيع أن يجعل المشهد مثلا بدون شتيمة أو كلمة بذيئة، يستطيع، ولكن للشتيمة فوائد على حد وصفهم. ومن هنا حلقة اليوم حول فوائد الشتائم. الفائدة الأولى من الشتيمة كما جاء في البحث أنها مسكن ألم، مثلا عندما يسقط شيء ثقيل على يدك فإنك تسب. لذلك جاء مجموعة من الباحثين في جامعة كيلي وسألوا المشاركين عن لفظ السباب الذي يستخدمونه في حال سقط شيء ثقيل على أيديهم، وكل شخص فيهم عبر عن باطنه المظلم بأنواع الشتائم المختلفة. ثم قاموا بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين، سيضع كل منهما يده في الثلج، ثم طلب من المجموعة الأولى أن تكرر لفظ السباب الذي يكررونه في حال تعرضوا لألم أثناء وضع يدهم في الثلج، بينما المجموعة الثانية لا يسمح لها بفعل ذلك، فقط المجموعة الثانية تكرر كلمات عادية. ثم يقومون بقياس الفترة الزمنية التي يستطيع فيها كلا الفريقين تحمل بقاء أيديهم في الثلج. ثم جاءت النتائج لصالح المجموعة الأولى التي كانت تكرر لفظ سباب معين أثناء التجربة، بحيث أن المجموعة الأولى استطاعت الصمود ضعف المجموعة الثانية. وهنا رجح القائمين على التجربة أنه ربما يكون هناك للسباب دور في تهدئتهم وتقليل من حدة الألم، أن يكون مثل مسكن لهم. لكن إحدى النتائج الجانبية اللافتة للانتباه أن عند تكرار التجربة مع اللفظ الشائن نفسه لعدة مرات أدى إلى انخفاض مستوى وقدرة الشخص على التحمل، يعني كأنه اعتاد على نوع المسكن نفسه. فبالتالي حسب الدراسة يحتاج المشارك أن يجدد من نوع الشتيمة التي يستخدمها حتى يستمر في تسكين الألم لديه. إذن الفائدة الأولى للشتيمة مسكن ألم، تقوم بتهدئة صاحبها عند تعرضه لضغط جسدي كان أم نفسي. ما رأيك أنت في هذا الكلام؟ هل تتفق؟ لأنني ربما الآن أقنعتك أن الشتائم جيدة ووجدت لنفسك سببا علميا لقولها هي مخففة للألم، ولكن هذا الكلام يا صديقي غير صحيح. هذه الدراسة تحتاج نظرة من زاوية مختلفة، ونحن هنا لنحقق ذلك. بداية أخبرني في استبيان آخر وضعته هنا رأيك في هذه النقطة، هل
تتفق أم لا تتفق، ثم سأخبرك برأيي في هذه النقطة، وبالمناسبة أنا لا أتفق معها، ثم سأقرأ رأيك في التعليقات. في حال كنت تتفق أن الشتيمة مخففة للألم، اكتب هاشتاج أتفق واحد واطرح رأيك ونناقشك هناك بإذن الله. بالنسبة لي لا أتفق مع أن الشتائم هي مخففة للألم، فالمجموعة الأولى بكل بساطة استطاعت التحمل أكثر بسبب زيادة في الأدرينالين لديهم، هرمون الكر والفر، والذي يعمل بدوره مع هرمونات أخرى على تخفيف الألم. فنحن عندما نشعر بالألم نصرخ تلقائيا، الصراخ هدفه زيادة الأدرينالين، وهذا سبحان الله فطرة الطفل في تخفيف ألمه. الطفل عندما يتعرض لألم ما يصرخ ويبكي، والشتيمة هنا هي صراخ بذيء. يعني لو كانت المجموعة الأولى تصرخ بدون كلام بذيء كانت أيضا ستتحمل أكثر بسبب زيادة في الأدرينالين لديهم. في كل اختصار، الفائدة الثانية للشتائم توفير عناء الاشتباك الجسدي. يعني أنت في مشكلة ما ولا تريد أن تضرب، فتقوم بسب الطرف الآخر لتوفر على نفسك عناء الضرب أو أن تضرب، يعني الاثنتان. وهنا جاء باحث اسمه جورج باتري قال أن استخدام الشتائم هو بمثابة تقليد للفطرة الحيوانية، بمعنى أن الحيوانات تصدر صوتا هادرا عند التعرض لتهديد ما، هذا الصوت بمثابة تهديد أو رسالة وقائية إلى المهاجم لتخيفه، وبالتالي يوفر على نفسه عناء الاشتباك الجسدي بهذا الصوت، كما نلاحظ في طوش القطط صوت على الفاضي. يقول الباحث أن الإنسان أيضا يستخدم الشتيمة في حالات الخوف أو المشاكل ليوفر على نفسه عناء الاشتباك الجسدي أو ليخفي خوفه أو توتره. وهنا أسألك أيضا، هل تتفق مع هذه النقطة؟ هل تتفق أن الشتيمة توفر عناء الاشتباك الجسدي؟ إذا كنت تتفق اكتب هاشتاج أتفق اثنين أو أتفق أو لا أتفق اثنين واكتب رأيك ونناقشه أيضا هناك. بالنسبة لي أتفق أن أصحاب الشتيمة يوفرون على أنفسهم عناء الاشتباك الجسدي، لذلك نلاحظ أن الذي يرفع صوته ويسب أثناء المشكلة لا يكون قوي كفاية لخوض العراك بيده، بينما على الطرف الآخر الشخص الهادي الذي لا يسب يكون في العراكات والمشاكل المنتصر والأقوى. صحيح، لذلك تجد المثل العربي المشهور أن الرجال أفعال لا أقوال، يعني الرجال لا تردح، فكن رجلا ولا تسب. الفائدة الثالثة، الشتيمة تعطي المصداقية للمتحدث. في إحدى التجارب قبل عقد ونصف العقد 10 سنوات، يعني قبل 15 سنة، قام مجموعة من الباحثين بجمع مجموعتين من الناس وأعطوهم شهادة لشخص متهم بجريمة قتل، ولكن قاموا بإجراء تغييرات على الشهادة، بحيث في إحدى النسخ قاموا بإضافة ألفاظ نابية للشهادة والنسخة الأخرى كما هي، ثم قاموا بسؤال المجموعتين عن الشهادة التي تبدو أكثر تصديقا من وجهة نظرهم. يعني أنت تقرأ شهادة بها ألفاظ نابية وضعت في المكان الصحيح في النص، يعني مثلا تكون المشاعر فيها جاهزة للانفجار فيتم وضع الكلمة النابية، والنص الآخر سادة كما يقال. فجاءت النتائج أن الخاضعين للتجارب كانوا أكثر ميلا لتصديق الشهادة التي بها ألفاظ نابية. تخيل. وهنا أيضا أسألك، هل تتفق مع أن الشتيمة تعطي مصداقية لصاحبها؟ إذا كنت لا تتفق اكتب هاشتاج لا أتفق ثلاث، ثم اطرح رأيك ونناقشه هنا. بالنسبة لي صراحة أتفق مع أن الشتيمة تعطي نوع من المصداقية لقائلها في حال قيلت في المكان الصحيح. طبعا هنا لا يعني ذلك أنني أصدقهم إذا شتموا أو أنني أحض على الشتيمة، لذلك لو تلاحظ في الخطابات التي تحتاج إلى تصديق عام تلاحظ أنهم يستخدمون ألفاظ نابية في خطاباتهم لكسب أكبر نسبة من الأصوات كما يحدث في السياسة، فلا يجب أن تصدقهم لعلمك عن هذه النقطة. حتى أنه أحيانا في بعض المواقف عندما يخبرك شخص ما قصة حزينة مثلا ثم يستخدم لفظ السباب في موقف تعرضه للظلم أثناء روايته للقصة تشعر نوعا ما أنه صادق. طبعا أنا هنا لا أصدقه لعلمي على هذه النقطة، ولكن أتفق أنه يبدو أكثر صدقا مع قولها، والله أعلم. مع أن الأمر محرم وغير أخلاقي، ولكن هو ليس ملاك، يعني يخطئ ويسهو، ونحن هنا نناقش افتراضات لنصل إلى وعي معين حول موضوع الشتائم. في بحث أجري على 600 شخص حول الأماكن التي يكثر فيها استخدامهم للشتائم، جاءت في الأماكن التي يكون بها أقل عدد من الناس، يعني كلما زادت الخصوصية كلما زاد استخدامهم لهذه الظاهرة. ومن نلاحظ أن موضوع الشتائم دارج جدا بين الأصدقاء المقربين، ربما على أتفه الأمور، ربما تجدهم يستخدمون ألفاظ جنسية في ماتش لكرة الفيفا مثلا، يعني هذا اللفظ الذي تلفظت به ربما به قذف محصنة، وإذا سألته يقول لك لا أقصد المعنى الحرفي. فتتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهنا سؤال يحتاج أن يتمعن به، لماذا في الفترة الأخيرة ارتفعت نسبة الشتائم بشكل عالي جدا؟ لا أخص الشباب فقط بل كل الفئات العمرية، وليس فقط على مستوى عربي محلي بل على مستوى العالم وفق الإحصائيات التي اطلعت عليها. وهذا السؤال إجابته بسيطة، إذا ذهب الحياء فاصنع، أكمل أنت ما شئت.
صحيح. لذلك سبحان الله إذا أردت أن تحصن نفسك من هذا الموضوع، إذا أردت أن تقلل من نسبة الشتائم في شخصيتك، عليك أن تعرف معنى هذا حرام من جديد، عليك أن تعرف أن معنى هذا ليس أخلاقي من جديد، عليك أن تعرف معنى غض البصر جيدا، عليك أن تعرف معنى الرفقة الطيبة، عليك أن لا تجعل من حولك هم المعيار، إذا هم أخلاقهم ذهبت ذهبت أيضا أنت، كما يقول الشاعر أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأمر صراحة يستحق جلسة تمعن مع نفسك، يعني لماذا أصبح لساني صريح؟ لم أكن كذلك في السابق، لماذا أصبحت أسب على أهون الأمور؟ لماذا أصبحت لا أتقبل الغير؟ لماذا غبت عن نفسي؟ هذا سؤال مهم، ودمتم في أمان الله.